أرجوكي ما تنسيش تبي تحط زهر على قبرها. انت كنت كل حاجة في حياتها، انت ما تتصورش هي حبتك قد ايه. لو ما كنتيش انت منى، لو ما شفتش صورتها كنت هفتكر انك انت نادية. انت يا منى، انت على العكس من الصورة اللي اديتها لي نادية عنك. نادية كنت فين يا حبيبتي؟ مالك يا نادية؟ نادية بعدين يا ماما بعدين. يا رب يا رب احفظها لي يا رب يا رب. سامحيني يا منى، ما قدرتش اقول الحقيقة. يا ريتك كنت عايشة معايا، كنت حكيت لك وساعدتيني. صورتك شالت اسمي وانا عايشة. انتي عايشة يا منى، وانتي من اسمي منى مش نادية. ردت لك الدنيا يا منى، موتت نفسي وانا حية. يا ريتني كنت قدرت اقول له الحقيقه، يا ريتني كنت اقول له ان انا ناديه مش منى. يا ريتني يا منى زي ما كنت عايزه يا منى. يوديه البوستة وبعته خلاص؟ ايوه.
مدحت الحمد لله على السلامة. دوحة جيت امتى؟ ها؟ فجأة كده يا ندل، ليه ما كتبتليش؟ دوحة ايه اللي حصل؟ مالك ممدد كده؟ تعبان من السفر ها؟ مالك رجعت فجأة؟ مالك يا مدحت؟ حصل حاجة لا سمح الله؟ مش حاجة رجعت وخلاص. لا خلاص الحمد لله على السلامة. لكن رجعت ليه؟ رجعت ليه؟ وكنت عايز أبقى. لا كويسة. وكنت عايز ترجع ليه؟ ها؟ ما تتكلم ساكت ليه؟ قابلتها؟ ها؟ شفتها؟ قالت لك ايه؟ صورتها حلوة؟ شكلها حلو؟ هي مدحت مالك؟ حصل حاجة؟ أنت مش كنت رايح تجيب نادية؟ مرضتش تقابلك؟ مدحت ما تسيبنيش كده، ما تسكتش، قولي ها؟ احكي لي، شفتها؟ احكي لي بقى، ما انت غير صحيح. اوعى تكون توت للسكة الغاب، توت؟ مدحت، رفض التقابل، مش كده؟ ولا ملتهاش؟ قصدي يعني لقيتها كدبة مش حقيقة؟ لقيتها حقيقة، لكن حقيقة زيلة. حقيقة زيلة؟ قصدك ايه يا مدحت؟ ماتت. مش معقول. نادي، مفيش أخبار عن مصر؟ دي حاجة انتهت من زمان. نادي، نادي حبيبتي، قولي له كل حاجة، ما تخبيش علي حاجة، أنا أمك يا نادي. ده احنا ملناش غير بعض يا حبيبتي. قولي لي على كل حاجة يا نادي، يمكن أقدر أفكر معاكي وأساعدك وأحللك مشكلتك. يا سيدي منين الجواب ده؟ من القوات المسلحة يا سيدي. لمين؟ أمر تكليف لنا كلنا، أنا وأنت ومحمود ورشاد. هنعمل ايه؟ لازم نقدم نفسنا لإدارة الخدمات الطبية. ليه؟ أفتكر إنهم هيحطوا المستشفى تحت تصرف القوات المسلحة. وبعدين؟ أصل لازم ننفذ أمر التعبئة العامة. تعبئة؟ طبعًا. عشان ايه؟ يمكن الحرب تقوم. يمكن؟ طب ليه ما نسيبش المسائل تمشي طبيعي؟ وأي مريض محتاج لأي سرير في أي مستشفى. لكن أنت هتعمل ايه؟ المفروض انا
لسه مسافر واجازتي لسه ما خلصتش. ايوه بس دول هيلغوا اجازات جميع الاطباء. ازاي يلغوا اجازتي وانا لسه في جاب؟ يا سيدي انت دلوقتي مش في جاب، انت في القاهره. على كل حال انت المفروض فعلا تروح، انت لسه جاي من السفر ومحتاج للراحه. انا لا، راحة بتقتلني. انا جيت القاهره علشان اهرب من الراحه. انا عايز اشتغل، عايز اعمل اي حاجه. خلاص يبقى تيجي معانا بقى وتحط نفسك تحت تصرف اداره الخدمات الطبيه العسكريه. طب يعني هنعمل ايه؟ نعمل اللي بيعملوه اطباء الجيش. ايوه الكلام ده في وقت الحرب، لكن دلوقتي يا سيدي ادعي ان ربنا ما يقومش الحرب. نادية قالت لك حاجة يا لورا؟ ابدا يا ماما، دي حتى انكرت الكلام اللي كانت قالته لي منى. للدرجة دي؟ ايوه يا ماما، بتقول ان منى كانت بتحب تهزر. منى الله يرحمها دي امرها ما قالت الكلام جد الا وهي بتضحك. انا عارفه يا ماما، منى عمرها ما كذبت ابدا، بس ناديه متعقده من ساعه الحادثه. ربنا كبير يا لورا. مش عارفه، انا قلقانه عليها قوي. لو كنت في مصر يمكن كنت قدرت انا وعمها سليمان نعمل حاجه، لكن هنا مين عارف هيكون ايه بكره يا لورا. المهم عملت ايه مع السام؟ هعمل ايه يا ماما اكتر من اني بعدت لعمها وقلت له على اللي حصل لمنى. والسام؟ انا سبت عمها يتصرف معاه بطريقه مناسبه. ربنا يكون في عونه لما يعرف. يا ماما ربنا يكون في عوننا كلنا. مدحت مدحت اصحى يا مدحت. روح من هنا بقى، لو صحيت ساري هضربك والله. لازم تصحى. انا مش هصحى حتى لو الحرب قامت. انت بتقول ايه؟ الحرب قامت يا مدحت. انت متاكد؟ الله، المستشفى مليان جرح يا اخي. يلا بينا اطلع. مالك يا سليمان يا اخويا؟ تعبان ومتضايق. طيب قوم استريح على ما اجهز لك العشاء، وخد لك حمام كمان. مش عايز اتعشى. سليمان مالك يا اخويا؟ قول لي في ايه؟ عصام انجرح في الميدان ونقلوه المستشفى. يا حول الله يا رب، ربنا معاك. ايوه ربنا معانا كلنا. سليمان قلت له على منى يا سليمان؟ ابدا، الظروف ما سمحتش. شفته كم مره لكن خفت اقول له لا ييأس ويحارب من غير عقل. طب يا اخويا ما تعرفش هو في انهي مستشفى؟ على الاقل نقوم بالواجب. مش عارف، لو شفته دلوقتي اقول له ايه واكلمه عمونا ازاي. اهلا يا بطل. اهلا اهلا. اهلا يا دكتور. ازاي الحال؟ الحمد لله احسن. على فكره دكتور مدحت، احنا نعرف بعض من زمان، احنا اعضاء سوا في نادي مصر الجديده. كده يا اهلا وسهلا. انا برضك حسيت اني شفتك قبل كده. انا نقيب مهندس عصام الشافعي. اهلا وسهلا. حاصرنا دوريه للعدوى واوشكنا نخلص عليها، وبعدين فجاه سمعت انفجار قريب من الموقع بتاعي، انبطحت على الارض.
افتكرت اني جيت من الشظايا، لكن حسيت ان في حاجه زي السكينه بتقطع في رجلي، وبعدين لقيت الدم بينزف من رجلي زي الحنفيه، وبعدين ما حسيتش بحاجه بعد كده. افتكر نفسي هنا ان الشظيه لسه موجوده هنا، هنشوف. دكتور مدحت، اديني بنج ارجوك. طبعا يا راجل، انا مش جزار زي ما بيقولوا عني في النادي. تلميذك صبري محمود اكد لي ان حضرتك شخصيه رقيقه جدا. شكرا. معلش معلش. لا بسيطه. العمليات جاهزه يا دكتور. والبنج؟ في اتنين بتوع بنج موجودين. نتقابل هناك يا جدار. حاضر. دكتور مدحت. ايوه. ليه رجاء عند حضرتك؟ تحت امرك. لو القدر ما امهلنيش اني ارجوك تبلغ الخبر لوالدتي بطريقه سهله شويه. حاضر يا عصام. اصلها ملهاش غيري عندها ذبحة ولو انت عارف الامهات بقى. طبعا طبعا عارفه. ماليش غيرها في الدنيا، هي وخطيبتي. خطيبتي مش عايشه في مصر، هناك في جبال الألب في فرنسا. أنا متأكد إنها مش هتيجي لما أكون أنا. عجيبة. دكتور مدحت. ده عنواني. جنب بيتك ورا النادي على طول. ودي صورة ماما. دي صورة خطيبتي. مش معقول. مش معقول. دكتور مدحت، أرجوك، عايز أعيش عشانه. طمن يا عصام. هتعيش. حلوة يا دكتور مدحت، مش كده؟ ها؟ آه. حلوة فعلا. طيب هسيبك أنا، شد حيلك. كنت فين يا نادي؟ كنت في الجبل، قعدت هناك من الصبح. لوحدك؟ ايوه. قعدت هناك المدة دي كلها؟ ايوه. ليه يا نادي؟ في حاجة مخبيها عليا. يا نادي، نادي انا بقلق عليكي لما تغيبي بره، بموت عليكي من الخوف. ليه يا ماما؟ انت بتخرجي كل يوم لوحدك من الصبح، تطلعي الجبل ما ترجعيش الا العصرية. ازيك يا عصام؟ الحمد لله يا فندم. اتفضل سريع. الاصابه بسيطه ان شاء الله. الحمد لله يا فندم. البركه في الدكتور مدحت، عمل مجهود كبير عشان يطلع الشظيه من رجلي. عال عال، انت حظك كويس. الدكتور مدحت دكتور ممتاز،
هو فعلا انسان عظيم، لكن لكن ايه يا سياده النقيب؟ مفيش حاجه يا فندم. ايه اخبار الحرب؟ اخبار عظيمه زي ما بتسمع في الراديو. الحقيقه يا فندم كان بودي اكون مع زمايلي في الميدان، مكنتش عايز اقعد هنا ابدا. المهم انك تخف في الاول. نفس الخط وليه لا؟ مش اخوات؟ ما احنا في عائلتنا كده، كل اخواتي خطوطهم متشابهه ما عدا امي، اصلها ما كانتش تعرف تكتب. مالك؟ مدة كبيرة ما كتبتليش، مش عارف مش عارف ايه اللي حصل. اكيد طبعا مشغولة باخبار بلدها وكده، انت عارف هي بتحبك قد ايه يا عصام. انا كمان ما كتبتلهاش بقالي مدة، لان ما كنتش في حالة تسمح لي اني اكتب لها. يا صبري اكتب لها، اكتب لها يا عصام ضروري، وانت كمان لازم تكتب لنادية. هحاول، ولو اني بحس ان انا بتطفل عليها بجواباتي، يمكن عشان بقول لها كلام مش هو اللي عايز اقوله. صباح الخير. اهلا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. حضرتك نقيب عصام الشافعي؟ ايوه. ممكن تسيبنا لوحدنا شويه يا صبري؟ طبعا يا دكتور. على العموم انا كنت رايح البيت عشان اخد هدومي واروح المعسكر، هاجي لك تاني يا عصام.
اديها لك دي امانه. اسمح لي انا مش فاهم حاجه ابدا. انا بيني وبينك فاهم نص نص. على اذنك. انا خايفه على ناديه لا يجري لها حاجه، دايما هزينه ولوحدها بعد منى. لازم تبعد على الجو ده. وليه ما نبعدهاش فعلا؟ منى توني وجابي كل ما يجوا لها تتحجج بالسوداء وتحرب لاوضتها، ودايما في الاوضه والجبل. مدام كلود مسافره كمان شويه لقريتها، هتكون سعيده جدا لو سافرت معاها. تفتكر ناديه هترضى؟ لا لا لا، اطمني اطمني، الاتنين بيحبوا بعض قوي، وانا كمان هقنعها. اهلا ناديه. اهلا اهلا ناديه. انت بتهربي مني دايما، لكن انا المره دي جيت في الوقت المناسب. واظن نورا كمان مش هتعارض. في الحقيقه انا هطمن قوي لمدام كلود، ونفسي ناديه تخرج من انطوائها ده وتغير جو. بس انا مش عايزه اسافر، انا تعبانه يا جماعه، محدش فيكم حاسس بيا. انا تعبانه يا ماما، تعبانه تعبانه. جئتك من سبأ بنبأ يقين. جد الله الحقني. ما انا جاي عشان الحقك يا حبي. ايه الصوره؟ الصوره بتاعت ناديه مش بتاعت ناديه، دي بتاعت اختها منى. ما انا عارف. عارف؟ ايوه. عارف من ايه؟ دلوقتي من الجواب ده. جواب تاني؟ ايوه، مكتوب بتاريخ تاني يوم ما سافرت فيه من جاب، يعني اللي ماتت هي منى. ايه ده؟ منى هي اللي ماتت؟ ونادية هي اللي قابلتني وكانت بتبعت لي صور منى. عشان رقبتها كانت محروقة. ايوه، لكن عرفت منين؟ من النقيب عصام الشافعي. وعلشان بقى تهرب من الكذبة الكبيرة دي قالت ان نادية هي اللي ماتت. مش عارف، عايت على منى ولا اضحك عليك انت وناديه. انا ناديه، الفتاه التي لقيتها بالاشاره وكانت بجوارك عند القبر، ناديه التي احبت ومنحتك خفقات قلبها. نادية حبيبتي، بعد أن اكتشفت الحقيقة أصارحك بأنك فتاتي التي أحبها وأريد الزواج منها. أنا قادم إليك يا حبي على أول طائرة قادمة إليك.